حبابكم عشرة مشاهدي قناة في كردفان ومتابعي برنامج جبنة في جبنة بالأخص، وأهلا بكم في حلقة جديدة. وقبل ما نبدأ ما تنسوا تعملوا اشتراك للقناة، فعل الجرس وتعملوا لايك، ويلا نبدأ رحلتنا. ضيفي الليلة كوكتيل مواهب، مصمم، مهندس، كاتب قصصي وكاركترست. ما هنتكلم عنه كثير، هخليه يعرف عن نفسه. ضيف الليلة الباشمهندس عبد المجيد حامد أحمد النيم. حبابك ألف عبد المجيد في حلقة جبنة في جبنة. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على حبيب المصطفى. أرحب بكم في برنامج جبنة في جبنة، وأتمنى أن البرنامج يعني دائما يكون للأفضل ويقدم شخصيات تفيد البلد وتفيد السودان. إن شاء الله رب العالمين. أهلا بكليف باشمهندس عبد المجيد، ونورتني في حلقة جبنة في جبنة اليوم. حبيك أختي براس، وأنتوا جد تنورتونا أكثر، وأنا بتشرف لهذه الاستضافة، وأتمنى أن نقدم حلقة وإطلالة جميلة للمشاهد. إن شاء الله بإذن الله. بداية باشمهندس عبد المجيد، دايرين ندي المشاهد بطاقة تعريفية عنك. أنا عبد المجيد حامد أحمد النير، من مواليد مدينة ربيل حي قبة غريب. مراحل دراسية مدرسة القبة الأساسية، مدرسة الوبيض الثانوية، جامعة الخرطوم، كلية العلوم الرياضية. زي ما قلت أنت كوكتيل مواهب، ما هنعرف المشاهد عليها من خلالي، لا بل أنا حديك أنت مساحة أنك أنت تعرف المشاهد على هذه المواهب. أنا مهندس فوتوشوب ديزاين في ولاية شمال كردفان، ومصمم على المستوى المحلي والقومي والعالمي. صممت شعارات وشاركتها، ممكن تطرح بعدين في الحلقة، على المستوى المحلي والقومي، وأتمنى أنه دائما أكون إضافة لولاية شمال كردفان وإضافة للسودان، وأتمنى أشارك في مسابقات عالمية. كما ذكرت أنت مصمم فني، مصمم فوتوشوب، فلو ممكن أنه يا أخي تدي المشاهد فكرة عن فن الفوتوشوب وأهمية الفوتوشوب في العمل التصميمي الفني. العمل التصميمي كامل، مجال الحاسوب يعني عامة، يعني أصبح هو مجال يعني الحياة اليومية، يعني إذا كان عبر السيستم، إذا كان عبر كل حاجة، هو أصبح يتحكم في حياة الناس. وأنا بدعو يعني إنه دراسة مجال الفوتوشوب بتخلي الإنسان عنده آفاق يعني أكثر، وبتخلي الإنسان عنده رؤية وعنده ابتكار، وبيقدر يعني بيطور الفوتوشوب. هو حاجة يعني جامدة، انت بتكون عندك برنامج بتصمم، لكن انت بتكون عندك ابتكار. لو ما عندك ابتكار او عندك موهبة، يعني جد بتكون ما عندك الرؤية بتاعت الابتكارية. انت يعني في الفوتوشوب بتحتاج اول حاجة تعلم الاساسيات، بعدين تعلم المهارات، بعدين تعلم البروفيشنال الاحترافية، عشان تقدر تقدم مستوى عالي تنافس بيه على المستوى العالي. كما ذكرت انه انت صممت العديد من الشعارات وشاركت بها في العديد من المسابقات، فحدثنا اكثر عن هذه الشعارات وعن المسابقات كمان اللي انت شاركت فيها، والجوائز اللي انت تحصلت عليها من خلال هذه المشاركة. ده سؤال جميل جدا. الحمد لله، يعني اول جائزة حصلت عليها في جامعة الخرطوم كانت جائزة التميز العلمي على مستوى الجامعات التقنية السودانية من بروف
زبير بشير طه، ودي كان افتخر بها واحدة زبادي يعني جائزة عظيمة جدا جدا. بعد ذاك أول مشاركة شاركت بها كانت تصميم شعار هلال الأبيض للدوري السوداني الممتاز، وصممت الشعار الحمد لله والشعار فاز يعني، وكان من أفضل الشعارات المقدمة على مستوى الدوري السوداني الممتاز. والحمد لله صممت شعار قناة الهلال الفضائية، والحمد لله صممت شعار الأبيض عاصمة شباب السودان، وصممت شعار اتحاد جمعية الصحفيين السودانيين بولاية شمال كردفان، وصممت شعار شركة أوشن العالمية الهندسية، وصممت شعار شركة أورشليم للمقاولات على المستوى لا 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 لا. وأكثر شعار أنا أفتخر به هو شعار مسجل في هيئة اليونسكو، كأول سوداني أصمم شعار موجود على هيئة اليونسكو، هو شعار جولة السلام العالمي للبطل السوري طارق هنيدي الخطيب في رجل العرب محطم الأرقام القياسية. وأفتخر وأحتز بهذا الشعار أنه أنا من كردفان أول سوداني مصمم، ولهذا الشعار موجود في هيئة اليونسكو مسجل. نحن كمان بنفتخر بتواجدك معي في هذه الحلقة، وكردفان أكيد فخورة بك أحد أبنائها، وإن شاء الله بتمنى لك مزيد من التقدم يا رب العالمين. طيب خلينا شوية نعرض لاتجاهاتك الأدبية. زي ما أنت ذكرت لنا أنك أنت أديب كاتب قصصي وعندك كتابات وشعر الحرم الجيش، حدثنا عن هذا الجانب قليلا. العمل الهندسي الفني أو التصميمي لا يعني يقتصر على العمل الأدبي. أي إنسان يعني عنده رؤية ابتكارية في عمل هندسي بيكون عنده رؤية يعني في العمل الأدبي، والعمل الأدبي هو يعني نتاج من الطبيعة ونتاج من البيئة، بيخلي الإنسان عنده يعني جد آفاق يعني أرحب، ويعني يؤدي أعمال بطريقة جميلة. الأعمال الأدبية أنا في يعني من الأعمال الأدبية فيها قصة قصيرة يعني كتبتها موجودة من فترة طويلة، والقصة دي عبارة عن حوار بين يعني انتقلت من البادية للمدينة بتعليم، كانت يعني بتقول جاءت من البادية إلى المدينة، ذهبت للدراسة، وعندما دخلت إلى الجامعة كان حالها كحال كل الشابات. فجأة أتى إلى زيارتها من القرية ابن عمها، فوجدها في الجامعة تضع الطرحة على كتفها، فقال لها ضعيها على رأسك، الحسن أسفر بالحجاب. فقالت له إن كنت أن تريد أن تذكرني بأبي وأخي والقرية فلا داعي لوجود. هي يعني عادات السمحة، الناس كانت تمسك بها في القرية، والبيت في جات المدينة ما تكون تأثرت وتركت العادات بتاعت ورفضت إنه يعني تنتسب بالعادات بتاعت القرية، وده نتاج للضغوطات اللي بتحصل في المدينة. طيب يا أستاذ عبد المجيد، أنت شايف إنه يا أخي من خلال القصص حقتك دي بتوصل رسالة للمجتمع، فمن رأيك إنه شايف إنه يا أخي أنت الكتابات والقصصية أو الخواطر أو أيا كانت إنه هي قادرة تغير حاجة في المجتمع، إنها قادرة تصل بشكل كافي، إنه هي فعالة بنسبة كبيرة في إنه يا أخي تعكس آرائك وفي نفس الوقت توصل رسالك بشكل كبير؟ أي كاتب أدبي أو أي فنان بيقدم رسالة ما عندها مضمون بتكون خاوية في المحتوى. أنت بتكون عندك فكرة بتتبلور بتطلع لقصة أو بتطلع لمقال أو بتطلع لشيء. أنا أدمن لجروب اسمه صقلية الأبيض، فيه 75,000 ومدير للجروب الرسمي لأبناء وبنات ولاية شمال كردفان، أدير جروبات وأقدم يعني مادة يعني مفيدة، إما تكون حتى في سياسات الجروب وفي أي حاجة. كل المواد إذا كانت مقال إذا كانت رواية إذا كان أي إنسان ما عنده هدف في تقديم هذه المادة ما بيأدي رسالة ولا بيقدم رسالة للمجتمع. نحن بنحاول في كتاباتنا حتى في يعني قصائدنا حتى في الكاركترز بتاعنا إنه نقدم رسالة تكون تهم المواطن وتهم إنسان الولاية أول، يعني عشان يكون السودان هو الهم هو القضية الكبرى. إن شاء الله يا رب تقدر توصل كل الرسائل اللي أنت عايز تبعثها للمجتمع، وإن شاء الله تكون رسائل فعالة وتساعد في تطوير المجتمع. طيب خلينا نجي للجانب الخفيف الظريف اللي هو شعر الحرم الجيش، حدثنا عنه.
شارع الحلمنتيش هو يعني عالم 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 يعني جميل جدا قريب للكاركترز. هو يعني دراسة الحالة اليومية للإنسان في المنطقة والكتابة والتعبير عنها. يعني احنا عندنا في كاركتر فن بيقول انه لو انت رسمت الرسمة الليلة وما عندها معنى مع المواطن بتكون فقدت معنى. يعني انت الليلة الكهرباء لو قاطعة او الموية لو قاطعة لو ما رسمت التعبير عن الحاجة عن الموية او رسمت اي حاجة تخالف دي انت معناته طلعت عن الوطن. يعني زي طيب يا باشمهندس عبد المجيد خلينا نرفه شوية عن متابعنا ونسمع منك حاجة من شارع الحلمنتيش. في حاجة كتبت زمان يعني ما لكن ممكن أديكم منها جزئية بتقول التحية أول حاجة للمتشعب من برش وجيع الزمان السوداني ولمير شلبي هم مؤسسين هيئة الحلمنتيش العليا والتحية لهم يعني وديل الناس اللي احنا يعني خطينا عليهم وبقينا يعني نقلد وناخذ في خطاهم. بتقول أنا العيان حرارتي ما بيتدلى حجر عيني يدخل فارة تمسيسي أجر في نفسي بسيسي تقول مقلوب مصنقع فوق وكل ما يوم يشيل الدم يزيد الهم يقولوا مقاسه طالع كم وطالع كم وأنا ساكت محل ما أشوفك تبكم أكان قمت بقع في السلم متكسر عشان تسهر تمر بسراير العنبر وتاخذ نطي بالسيستر عيون زي عيون براها تطعن بالإبر مرضاها وأنا أدوش دوشة أهضرب هضربت زولا ردت في برشو وخدت رويسه فوق بمبر ولما الناس تتغالط وتقول هستر أظن دستر أظن بامية أظن شيزو أظن أكتر أدوبي أدق الطار ويتحكر وعشان ارتاح عليك الله جبنة بيسو كاركتر. يا سلام ونحن جبنة في جبنة وجبنة عندنا. شاكرين لك باشمهندس عبد المجيد بجد استمتعنا واستفدنا وانت في الكواليس قلت لي في مفاجأة حتقدمها للمتابعي برنامج جبنة في جبنة وما افصحت لي عنها فحاليا انا عايز اعرف ما هي المفاجأة وحتكون مفاجأة بالنسبة لي وبالنسبة للمتابعين. انا يعني اتشرف انه اقدم هدية لبرنامج جبنة في جبنة وانا مدير مركز ماتريكس للتصميم الهندسي ومدير مركز رويسر للخدمات الإعلامية المتكاملة والمنسق الإعلامي لنادي هلال الأبيض وأعلن عن دورة بتاعة مهارات وأساسيات وبروفيشنال هاي بروفيشنال للفوتوشوب في مركز تنمية الذات والقدرات عن أستاذة ناهد واتصلت بها قبل شوية ورحبت إنه تديكم المكان وأنا مضطر إلى 15 تارس دورة يعني من 3 دورات دورة احترافية بتوثيق كامل هدية لعشاق برنامج جبنة في جبنة. شاكرين لك باسمي وباسم أسرة برنامج جبنة في جبنة وباسم أسرة قناة زي كردفان على المبادرة الجميلة دي وبجد يعني أنت هتقدم ما حاقول لك إنه هي منحة لكن هي فرصة مفيدة كل الإفادة و سعيدة جدا انه يا اخي الفرصة اتقدمت من خلال برنامج جبنة في جبنة. شاكرة لك كثير يا باشمهندس عبد المجيد وشكرا لك اكثر لانك انت قبلت تكون ضيف الليلة في الحلقة واستمتعنا بوجودك والله العظيم. وشكرا لك جدا وانا بقول انه البرنامج جبنة في جبنة وهذا المركز يمثل نبض حقيقي لكردفان وإذا كان هو بمثل نبض حقيقي لكردفان إذن كردفان هي نبض السودان الحبيب وهذا السودان الحبيب هو نبض إفريقيا الحرة وإفريقيا الحرة هي نبض العالم النابض. إذن هذا البرنامج وهذا البيت وهذا الجمال هو نبض العالم من كل هذه القلوب. أنا أتمنى لكم طارق القلوب. شكرا لوجودك ولحد هنا وصلنا لحد لنهاية حلقتنا وأكيد هنتلاقى وهنتذكركم تاني. قبل ما نختم ما تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب فعلوا الجرس. شكر كثير لمركز دكتور يوسف جرجندي لاستضافته هذه الحلقة ممثلة في شخصه الدكتور يوسف جرجندي. شاكرين لك باسمي وباسم أسرة برنامج جبنة في جبنة وأسرة زي كردفان. حد ما نتلاقى تاني أبقوا عافية.